هنمشي وين يا ايمان؟ هنمشي نشوف واحدة من التقارير اللي بتعبر عن الفرحة. بنحب دائما في صباح الشروق بانه نقضي على الآلام والأوجاع وكثير من الأمور اللي هي بتكون موجودة في حياتنا ببعض الأمل وبعض الأمور الجميلة. رقصة الوازة واحدة من الرقصات الشعبية، نتابع هذه الرقصة ومن ثم نعود للمتابعة. تفضلوا. تتنوع الثقافات والبيئات في ربوع السودان المختلفة، ويقابل هذا التفرد والتنوع من موروث شعري وغنائي وموسيقي، يقابله تفرد وجمال كهذا الذي نراه في بكوري بمحلية جيسان. فالمناسبة ختام ورشة فنية تشكيلية، جاءت فرقة الوازة لقبيلة البرتا بمرمز، وانفعل الجميع تجاوبا ورقصا وتوثيقا. الوازة عطر التاريخ وعبق الماضي الذي تفخر به ولاية النيل الأزرق، وعلى حافة خرتمد الذي يطرأ لنا من على البعد، امتزج هؤلاء إيقاعا ورقصا ونغما ربما يختلف من قبيلة لأخرى في دلالته ولهجته، ومن ثم في طريقة أداء الراقصين والعازفين. ولاية النيل الأزرق توصف بأنها من أثرى مناطق السودان بالمواد الفلكلورية والآلات الموسيقية الوترية والهوائية التي تميزت بها مجموعات بعينها لارتباطها الوثيق بالحياة الاجتماعية والتقاليد والعادات، مما جعل لها أزمانا ومواعيد محددة لعزفها. ذكرت الروايات أن الوازة بدأت عند الكواملة أو القواملة، وهم أول من اخترع الوازة، ويسكنون المنطقة المتاخمة لحدود الحبشة، ويسمون مجموعة الآلات المستخدمة بالوازة وكذلك الرقصة أو اللعبة، لكن التسمية الشاملة للوازة هي الزمبارة. وأفادت مصادر لكامير الشروق أن منطقة جيسان هي منبعها الأصلي والأشهر لصناعتها، بينما يعتبر فصل الشتاء هو الأفضل لصناعتها. تتكون الوازة من 13 قطعة إضافة للجرباء والصفارة البلدية، بينما تتكون الفرقة الكاملة من 12 آلة تتراوح في أطوالها، يحمل كل واحد من أفرادها زمبارة صغيرة، والزمبارة عبارة عن عود مجوف ينفخ عليه من فتحته العليا، بينما يقف وسط العازفين عازف آخر يحمل زمبارة كبيرة تكونت حلقاتها من الجرع أو البخس، بينما يحمل أحد العازفين كشكوشا في يده لحفظ الإيقاع الصادر من العازفين على الأعواد التي تأخذ شكل الزاوية الحادة، يضعونها على أكتافهم ثم يضربون عليها، وأثناء العزف تتحرك النسوة مرة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف دون انتظام، على إيقاعات تصنع آلاتها وتجمع بطريقة خاصة. الوازة اسم لمجموعة آلات موسيقية شعبية تجعل الفرح منسابا وسط العازفين والمتفرجين. أول بداية مما جينا طلعنا الزمبارة، يلا مسكناه ونهل على 12 نبر، يودا أول بداية للزمبارة.
نور الدين فخر لك لك جبال نور الدين فخر لك لك جبال. ورغم الاختلاف الطفيف في بعض مفرداتها من قبيلة لأخرى، إلا أن الكل هنا وهناك تجاوب مع إيقاعها الذي اتسق مع إيقاعه الداخلي، ورسم لوحة فلكلورية امتزجت ألوانها واتسع إطارها ليسعى الجميع. باريو وتلفكي اذا وترمي علو وتلفكي اذا وترمي علو قلبي جبر تكفو انزين جربو شو باريو. بنحيي زميل العامر عمر من النيل الازرق، ودائما عامر يا ايمان بيقدم لنا لوحات جميله حقيقه، يعني هي لوحه مكتمله يعني بهزيج وبفرحه، وبالتاكيد من خلال الكلمات هي بتعبر عن كثير من البيئه، كثير من يعني العادات السودانيه الجميله في اختيار الايقاعات، في اختيار الكلمات لها علاقه بالبيئه نفسها. فافتكر دي واحده من الاشكال اللي هي بتتميز بها السودان، وفي كثير جدا جدا من الفرق المختلفه اللي بتعبر ايضا عن ثقافتنا.